أعزائي المشاهدين، بنعيش معاكم النهاردة الأجواء الرمضانية من قرية فارس مركز كومومبو محافظة أسوان من منظرة آل يونس، فكونوا معنا. مشاهدين كلهم طيبين، طبعا السهرات الرمضانيه والتجمعات بتبقى سمه اساسيه بالنسبه لقرانا وبالنسبه لمجتمعنا كله. النهارده واحنا معاكم في فارس في خيمه آل يونس هنشوف مع الحاج جابر كلهم طيب. وانت طيب يا فندم، كلمنا على عاداتكم وتقاليدكم هنا في شهر رمضان والتجمعات اللي احنا شايفينها. والله احنا هنا في شهر رمضان طبعا بدايه من الفطار المغرب بنطلع احنا وجيراننا في الشارع بصواني الاكل وبنفطر مع بعضنا وبنطلع على التراويح نصلي العشاء في المسجد وبناجي نسهر في المناظر زي كذا. بنجيب الحلو بنجيب الشاي وبنجيب القهوة وبنشرب ونتونس لحد صلاة الفجر. محافظين على العادات دي من زمان؟ من طلعنا لقينا العادات دي كده موجودة عندنا هنا في القرية. وكل التجمعات وتظاهرات الناس لبعضها البعض. يعني مثلا بنروح مثلا عند المسياب عند الخشاريف ونروح نتونس هناك وهم بياجوا، بنتبادل المقابلات يعني والزيارات. في سهرات قرآنية كمان بتكون، وفي سهرات قرآنية بتبقى في المناظر الكبيرة، بيبقى في سهرات قرآنية طبعا وخطابة من أهل الأوقاف وبناكل وبنشرب مع بعضنا، وشهر إن شاء الله ربنا يعيد علينا وعليكم باليوم من الخير والبركات إن شاء الله. في يعني هنا بالنسبة لكم تميزوا في فارس، يعني في أكلات معينة، في عادات معينة برضه؟ عندنا أكلات مميزة جدا. أنا عندنا هنا حاجة اسمها الخماريد، ده أساسي في كل البيوت، ولذلك لو أي حد أنا ضيف بيعمل معنا طرق لانه البلد كل انه ما فيش عندنا غموس، دي حاجه مقدسه يعني. وفي ناس برضو بتاكل الملاح الصلص وكذا يعني، كله موجود بس دي الاكله الشعبيه يعني. المفضله هو زي اللي هي مكوناتها ايه يعني؟ عباره عن ايه؟ عيش بخبزه النسوان على في الفرن، زي الرقاق بالضبط، ما خد بالك، وبتفتح بس اتخن شويه وبياكلوا الناس كله. تحط عليها شوربه ولا تحط عليها شوربه، وفي ناس تعمل بباميه وفي ناس تعمل بملوخيه وكذا يعني. ففي ناس كمان بتحب تفطر برا في الشارع هذا؟ لا، دي على البلد كلها الحمد لله. لازم قدام المغرب بربع ساعه كله بحضر اكله وعصيره، وما احنا والجيران مع بعض خمس ست بيوت 10 15، وفي ناس بتقعد في المناظر الكبيره برضه تجمع. يعني احنا عندنا يعني احنا دي منظره آل يونس، عندنا منظره الحسنات، في ناس هناك بتفطر فيها موجوده برضه بيفطروا فيها، وكله البكانات كلها عمران.
دايما بنشوف انه اللمه في شهر رمضان بتبقى السمه الاساسيه، واحنا في منظره آل يونس النهارده معانا يعني مثال او نموذج لهذا الكلام، اللي هو المغتربين اللي موجودين بره مصر. من سويسرا النهارده احد ابناء قريه فارس متواجد في هذه طبعا المناسبه وفي رمضان، واسرته بيجيبها هنا ومحافظ على الجذور او التواصل مع قريه فارس. اهلا بحضرتك، نتعرف نعرف الساده المشاهدين بحضرتك. انا اسمي محمد عمر يونس ومقيم في سويسرا، بس حاليا عايز ارجع بلدي مصر. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا عايز اكمل الكلام اللي قاله ابن عمي قبلية مباشره جابر. اولا احنا بنفطر في الشارع، كل بيت بياخد الصينيه بتاعته وعليها كل اللي عنده اللي قدر عليه، الغني والفقير. ده شيء ما حدش هم مش واخدين بالهم منه. الغني والفقير بياخدوا الصينيه بتاعته، في اللي عنده لحوم وفي اللي ما عندوش لحوم. بياخدوا يطلعوا بره، فيه واحد السلام عليكم. في واحد بيجي مخصوص، اكبر واحد في اللي يكون موجود في القعده، بياخد مكان حاجه كبيره وبياخد فيها كل اللحوم ويحطها فيها ويوزع على كل الناس بدون ما حد يعرف مين اللي عمل ومين ما عملش. الحاجات دي انا يعني الصواني بتيجي بتطلع من البيوت، بتطلع من البيوت ومن غير ما نعرف دي فيها ايه ودي فيها ايه، بتم توزيعها على الناس كلها. فبالتالي ده بيغطي على كل الغني والفقير، اللي عنده واللي ما عندوش، يبقى هنا في توزيع كامل. واحد اللي قاعد كله بياكل، محدش يعرف مين ده اللي عمل ومين اللي ما عملش. دي حاجات طبعا مش هتلاقيها في اي مكان. انا كراجل عايش بره انا بفتخر بده وبفتخر. حضرت رمضان في سويسرا قبل كده؟ كتير طبعا. طب ايه الفرق؟ الفرق كتير جدا. انا باكل لوحدي هناك، وانا هناك مسج ضد التيار مع الاسره في اخر النهار، وساعات بفطر بعد الاذان، وان هناك الاذان الساعه 10 بالليل، لان فرق التوقيت 10 بالليل في الصيف هناك، لو وقعت في الصيف تبقى 10 بالليل. فدوت بيخليك انت بتصوم هنا شهر، احنا بنصوم هناك شهر ونص لو حسبت عدد الساعات اللي بتتصام. فسيبك من الصيام هناك، انت صايم هناك وبتعرف ربنا وبتصلي كله، انما مش عايش نفس الاجواء الدينيه والاهل والاحباب. ورمضان عايز اهل واحباب وعايز تجمع. انطباع الاسره واسره حضرتك لما بيجوا هنا فارس، يعني في المناسبات وفي الاعياد بتختلف معاهم طبعا. بيبقوا جايين هنا، وخاصه هم جايين لانه جايين بيأدوا اجازه فاكانس. الفاكانس بالنسبه لهم يعني فسح، وجاي يتفسح. فالعيل من هو صغير طالع هنا بيجي عند اهله بيتفسح، ففي حب تاني غير الحب بتاع البلد نفسه. واحنا بنحاول ننبه عندهم دي حب بلدنا وحب مصر وحب فارس. فديت بتختلف معانا. اللي انت بتفتقدها في سويسرا بتاكلها هنا في رمضان؟ ابن عمي قال لي الخماريد، بس في رمضان او غير رمضان لو جابها لي في الفطار هاكلها برضه، لان الخماريد ده حاجه طبعا عمري ما هاكلها هناك، لان بتعمل هو بيقول حاجه اسمها دوكا، وهي عماره عن اضخم من الكريب شويه بس فيها خميره. فبتتعمل بالعدس، فته بالعدس، تتعمل بالملوخيه. واحنا اطلع يعني الدوكا اللي هم الكريب اللي هم طالعين بيه السما الشباب دلوقتي بياكلوا بتاعنا احنا، هو الدوكا بتاعتنا العجينه اللي بتتعمل على الدوكا دي بتاعنا احنا اصلا بكتير. بس هي نفس الدوكا، تحط فيها مربى، تحط فيها عسل نحل. ما زلنا معكم اعزائي المشاهدين في قريه فارس في منظره آل يونس. العمده فؤاد سراج الدين، اهلا بحضرتك. الله يبارك فيكم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد علينا وعليكم الايام بالرضا والتوفيق ان شاء الله، ويجمعنا واياكم في مواسم الخير والرضا باذن الله.
ويجعلنا إن شاء الله من الصائمين القائمين المقبولين في الشهر الكريم. آمين رب العالمين. التجمع هنا في شهر رمضان بالذات يعني طبعا هنا فارس وليالي فارس معروفة، لكن أكيد في شهر الكريم بيبقى فيه سمات خاصة لقرية فارس. والله طبعا احنا هنا في رمضان بنعتبره زي الأعياد وزي المواسم اللي انتوا شفتوها يعني وبتتكرر كتير. احنا في النهار الناس طبعا ايه بيقعدوا سهرانين لحد صلاه الصبح يصلحوا في الدواوين العامه او الدواوين الخاصه زي الديوان اللي احنا موجودين فيه حاليا، بيتواجد الناس وكل واحد بيجيب عيشه خدت بالك، ونفطر ثم نصلي المغرب بعد الافطار، وبعد كده نقوم نروح الجوامع نصلي التراويح، نرجع ثاني المكان اللي كنا قاعدين فيه نقعد نتكلم ونتونس سواء احاديث دنيويه او احاديث دينيه، ونتحاور مع بعض ونشوف كان فيه مشاكل بنحاول نلمها في رمضان، ما بنخليش اي مشكله قائمه يعني، لانه هو شهر كريم ومفضل لازم نحل المشاكل القائمه بين الافراد، والمجتمعات دي ما بتخرجش من الشوائب والمشاكل، فبنحل المشاكل وبعد كده نقعد نتونس لحد ما نقوم ايه ياذن الفجر، نتسحر برضه في المكان اللي جالسين فيه سواء مجموعه او مجموعات، نتسحر ثم ايه نتوكل الله النوم، النوم كده لحد قرابه الظهر يعني او قبل الظهر بثواني، ثم نروح المساجد ونصلي الظهر والعصر ونرجع قبل الافطار. ليه بقى؟ عشان نجيب سلطه ونجيب مخلل وبعدين نجيب خمريد، والاكل المفضل عندنا هنا في فارس اكله الخمريد في الافطار بالاخص. ليه؟ الحريم الدولي يسوون الدوكي دي سليم ورصنها، وذلك تعلم اللي هنا علمه جديده من حوالي 7 8 10 سنين انه بيسووا الخمريد اول يوم وثاني يوم وطبقينه وحطينه في الفريزر. وبعد كده كسلانات كسلانات كسل يعني، كانت امي انا الله يرحمها وامك واللي في السن القديم كان يوميا ايه اول باول، لكن درك يحطينه في كياس اللات البلاستيك دي وبعدين يطبقينه ويحطينه في الفريزر، ياجي ساعة الفطرة قبل الفطرة يعني بساعة نص ساعة يسخننه على البوتجاز ويطلعينه كأنه ايه طالع من ونفته. طبعا دي الأكلة المفضلة تقريبا تماما 15 أو 17 تبدأ الكرامات، حاجة اسمها كرامة. أنا كسراج مثلا عندي كرامة أدعي ليها الناس ياجي يفطر عندي، كل البلد شرق غرب بحري وبلي ياجي يفطروا برضو النهار الثاني الكرامة. ولذلك احنا في الايام الاخيره دي ما بنقدرش نلاوي يعني نتواءم مع الـ مع الـ مع الافطار. ليه؟ لانه عدد كبير، ممكن نفرين ممكن ثلاثه ممكن اربعه، لكن برضو يا بنجيب خاطرهم اهم حاجه ناخذ حته اللحم من ده وحته لحم من ده ونحصل ده ونشرب عنده كوبايه الشاي. ولذلك ايه تلقانا احنا يعني مجتمع طبعا شاءت الظروف هلته أن يكون مجتمع منحصر في ذاته ومجتمع يعني ملتقاه قريب، وبعدينك تقريبا 99% أو 100% تقريبا ما فيش حد ما كانش طرد صلة قربة، يا إما ولد خالته يا إما ولد عمه يا إما ولد خالة خالته يا إما أبوك جده يا إما أنت جده وهكذا يعني إيه تلقانا إيه حتى لذلك متجانسين يعني ومتقاربين. ونتمنى ان شاء الله ان يعد علينا وعليكم الايام بخير ان شاء الله، وبارك الله فيكم وانتم ناس بتسعدونا لما بتاجوا عندنا في اي وقت.
اي وقت والله. اعزائي المشاهدين ما زلنا معكم من منظرة اليونس. حج علي كل عام وانتم بخير. انت بخير يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. بسم الله الرحمن الرحيم، انهم فتية امنوا بربهم فزدناهم هدى. الآية دي بتطبق على ناس زيكم كده شباب، وصلونا وتوصلوا لنا صوتنا. حضرتكم هنا في شهر رمضان خصوصا حضرتك، اولا هنا الليالي معروفه، وحضرتك من الفرسان يعني، وبتحب تربيه الخيل او والمشاركه به، ولكن شايف هنا العادات والترابط الاجتماعي سمه اساسيه في كل طول السنه في فارس، ولكن في شهر رمضان بيبقى اكثر يعني. اولا احنا في شهر رمضان اسره واحده هنا في. يعني الافطار في رمضان بيتجمع في الشارع، ما بنقعدش نقعد في جوه الدواوين. عشان ايه؟ ممكن انا قاعد فضل استاذ عبد الغني جاي من زرع ولا جاي من مصلحته، الناس دي لازم يفطروا معانا، ياكل بلحه ويشرب ميه ويصلوا معانا المغرب. فالناس هنا بتاجي في المغرب كده بتتلمى، كل منطقه ولا كل نجع كده بتلمى بمكان واحد وبفطروا مع بعضهم، يكونوا يصلوا المغرب حاضر مع بعضهم، ويقعدوا يشربوا الشاي واستنوا لغايه العشاء، يروحوا الجوامع يصلوا العشاء والتراويح، ويجي في سهرات في البلد في حوالي يمكن 10 12 سهره قرانيه. فالناس بتتداولها، يلا نروح عند الجماعة العمرانة عندهم سهرة، نروح عند الجماعة الخشارف عندهم سهرة، نروح عند الجماعة الحسناب، عند الجماعة السيدناب، يعني كل البلد ايه قل. واي يعني زيارات بعد التراويح لغاية السحور، فيش نوم لغاية السحور، تتسحر الناس وتقعد تصلي الفجر، بعد كده بتنوم. تنوم بتقوم تصلي الظهر، واللي بتدارس القرآن. وعادتنا يعني هنا تي احنا يعني احنا هنا تي اكلنا الطبيعي في رمضان بالليل زي كده، وسحورنا اغلبه يعني فطير بلبن وحاجات زي كده خفيف. في العشاء يعني واحد ما بيفطرش، في المغرب ما بياكلش، ياكل له بلحتين ويشرب له شويه مي. يجي بالليل بكون مسوي لها اكله وعشاء في البيت. يعني في احنا برضه يعني عائلات برضه متوسطه. يعني الستات في الليل بنظم الاسبوع ده، اسبوع بيسوون فيه اكلتين مغيرين بالليل، مش بناكلهم مش ولا في المغرب ولا في السحور، يتاكلوا بعد التراويح على طول. يعني تقوم الست في قبل رمضان بكون عندها سكوف وعندها جداد، تملى الفريزر، يعني عندها الطيور في البيت مربياها تملى مربيتها من قبل رمضان بثلاث شهور اربع شهور، وتذبح الحاجه دي وتخزنها في 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 في, في 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 الفريزرات. تاجي هي طبعا يعني احنا ممكن ناكل لحمه دي من الجزار كل 15 يوم، لا بناكلش كل اسبوع ولا كل يومين ثلاثه، ما فيش. كل ناس يعني موسميه هنا، بنعيل للبلحات، بنعيل للمنقايات، بنعيل لحاجات. الموظفين عندنا قليلين، يعني احنا كلنا هنا على زراعتنا وعلى ذراعنا. فبتعمل عشاء هي، ننظم للعيال كلها، الاولاد وجوزها والعيال الصغير والعيال الكبير، حتى العيال اللي بفطروا نايبهم بقعد ليهم. بس بيبقى في بركه. في بركه، ياجي الصحن كده بسكوفيه بفروجه بحمامه، وبقعدوا وسط بعضهم في صحن البيت كده وبتقسم عليهم، وفي بركه وبفضل منه، والله بفضل منه. لما بقى. لما. طيب. شهر رمضان ده كله كده. وبعد 20 رمضان عندنا بقى كرامات في البلد كلها. فبتنظم. يعني تلقى كرامتين ثلاثة في البلد، برضو زبايع عجيل وعجول يعني بنخليها من بهايمنا دي كرامة في رمضان. فكل البلد بتروح الفترة دي، الفترات دي أغلب الناس مين راح الفترة، حتى البكان يقعد بنفرين ثلاثة، يعني البكان بيطلعوا في الفترة في قدام البيوت يقعدوا نفرين ثلاثة، كله بروح الكرامة دي. يعني مش بتتكبر الناس ولا حاجة، بتروح وتاكل الكرامة دي وتمام التمام، والفاتحة وربنا يعود اليوم بخير وتمام التمام.
أعزائي المشاهدين، عشنا معكم الأجواء الرمضانية اليوم من قرية فارس مركز كومومبو محافظة أسوان. شكرا لكم وإلى اللقاء.